التقى اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عددا من المسؤولين العسكريين خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. سموه رحب بالمسؤولين وأكد على أهمية اللقاءات في هذا المعرض وتبادل المعلومات والخبرات بين المسؤولين، وناقش عددا من الموضوعات والرؤى والأفكار حول تطورات الصناعة العسكرية وأبرز مستجداتها وكيفية تطوير الشراكات فيما بينهم، كما أشاد بتجهيزات المعرض لهذا العام وأشار إلى التطور الملحوظ فيه. من جهتهم شكر المسؤولون سموه على الاستقبال وأشادوا بالتنظيم ومحتويات هذا المعرض والمؤتمر، وأكدوا على أن مؤتمر البحرين الدولي للدفاع يعد فرصة لالتقاء الخبراء والمتخصصين وممثلي كبار الشركات المصنعة للمعدات والمنظومات العسكرية الدفاعية في موقع واحد، وأشادوا بمستوى المعرض والمؤتمر وما تم تقديمه من قبل الشركات العارضة من معدات عسكرية حديثة ومتطورة.